بوكوفون يعود لكم من جديد. شركة شاومي تطلق هاتف بوكو اكس 2، او شركة بوكوفون التي تدعي في مؤتمرها انها قد اصبحت شركة قائمة بذاتها. اذا تقوم باطلاق الهاتف الجديد بوكو اكس 2 بشكل رسمي. الهاتف من الجيل الجديد من بوكوفون اف 1، والذي يأتي بنفس مواصفات هاتف شاومي الذي تم اطلاقه في الخارج منذ فترة، ريدمي كي 30، حيث لم يأتي الهاتف بالشيء الجديد او الشيء الذي كنا ننتظره من بوكوفون اف 1 بمعالج رائد كما رأينا في مواصفات قوية، لكنه جاء بمعالج متوسط عادي ليس الاقوى في فئته السعرية، كما أنه جاء بشاشة EPS LCD عادية ليست سوبر أموليد، وكل هذا في مقابل أكيد السعر الرخيص نسبيا. يأتي الهاتف بمواصفات متعددة بشاشة EPS LCD، أبعاد الموبايل هي 8.8 ملم 76.6 في 165.3 ملم. وزن الهاتف يأتي 208 جرام. أما تصميمه الزجاجي من الأمامي والخلف مع طبقة حماية كورنينج غوريلا جلاس 5 على الظهر. الهاتف يدعم تركيب شريحتي اتصال من الجيل الرابع وليس الخامس كما كنا ننتظر، شريحة واحدة مع كارت ميموري بحجم 512 جيجا، شاشة من نوع EPS LCD بحجم 6.67 بوصة وبدقة 2400 في 1080 بيكسل بجودة Full HD Plus، والشاشة تأتي مع كثافة بيكسلات 386 بيكسل لكل بوصة وأبعاد عرض 20:9، والشاشة كاملة والكاميرا السيلفي موجودة في ثقبين في الشاشة. الشاشة تدعم الـ HDR 10 وتدعم معدل تحديث 120 هرتز. طبقة الحماية الموجودة على الشاشة هي كورنينج غوريلا جلاس 5، معالج كوالكوم سناب دراجون 730، 8 نواة بدقة تصنيع 8 نانومتر بقوة تصل إلى 2.2 جيجا هرتز، مع معالج رسومي أدرينو 618. مساحة التخزين هي 64 جيجا أو 128 جيجا مع 6 جيجا رام أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام. يأتي الهاتف بأندرويد 10 بواجهة شاومي ميوي 11، كاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجا بيكسل بمستشعر سوني EMX 686 بفتحة عدسة F1.9 الأولى وبدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.2 وهي الألترا وايد للتصوير العريض. أما الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 وهي عدسة ماكرو للتصوير عن قرب، والكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.4 وهي عدسة مخصصة للعزل. الكاميرات الخلفية تدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160 بي في 30 فريم في الثانية مع دعم لمثبت إلكتروني، وتدعم أيضا بانوراميا HDR فلاش ليد ثنائي. كاميرا أمامية ثنائية بدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 للأولى وبدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 وهي مخصصة للعدل. والكاميرا السيلفي تدعم الـ HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080 بي 30 فريم في الثانية. الهاتف يدعم منفذ السماعات 3.5 ملم. بصمة الأصبع في الهاتف موجودة على زر الباور. أما البطارية فهي 4500 ميلي أمبير من نوع الليثيوم بوليمر بحجم 4500 كما سبق الذكر. تدعم الشحن السريع بقوة 27 واط عن طريق منفذ USB Type-C. ألوان الهاتف هي الأزرق والبينك والأحمر. تم الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي اليوم في الهند، وتم إطلاق الهاتف في ثلاثة نسخ، الأولى بمساحة تخزين 64 جيجا مع 6 جيجا رام، وتم تسعير هذه النسخة بسعر 225 دولار أو 205 يورو. أما النسخة الثانية بمساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام، وتم تسعير هذه النسخة بسعر 240 دولار أو 213 يورو. النسخة الكبرى والأخيرة بمساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام، وتم تسعيرها بسعر 208 دولار أو 255 يورو. الهاتف هو يعتبر إعادة تسمية لهاتف ريدمي كي 30، فهو يأتي بنفس المعالج مع نفس الشاشة بس LCD ونفس الكاميرات. فالهاتف تم إعادة تسميته فقط مع الاحتفاظ بكافة المواصفات الأخرى. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم،
ونكون قد أفدناكم في الإحاطة بجميع مواصفات هذا الهاتف. إلى الملتقى في فيديوهات قادمة إن شاء الله حول التقنية وكل ما يدور في فلكها.